في سؤالي الثاني، المداومة على صورة الملك كل ليلة، هل تكون هذه المداومة أو الأفضل أن تكون بالحفظ أم بالتلاوة؟ أولا قراءة سورة الملك جاء فيها 30 آية حاجت عن صاحبها حتى منعته وشفعت له من عذاب القبر، يقرأها الإنسان كل ليلة هذا أفضل، أولا لأنها قراءة لآية من كتاب الله جل وعلا، ولن تقرأ حرفا من كتاب الله إلا كان لك به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، فهذا فضل أن تقرأ القرآن. وأيضا ورد فيها أنها تقرأ في الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس، بعض الناس يجعلها من أذكار النوم، ومن قرأها في ليلة فالقراءة تكون في الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس، فلا قيد لها في أنها من أذكار أو قبيل النوم. يأتي مسألة مهمة جدا هنا، وهي ما ذكرته السائلة، حفظا أم تلاوة؟ نعم. نعم، القراءة للقرآن المقصود بها أن تتلوه تلاوة، والتلاوة تتحقق بالنظر، قراءة نظرا، وأيضا بالقراءة عن صدره حفظا وغيبا، فكلا الأمرين صحيح ويتحقق به القراءة، فمن كان حافظا لها فالأفضل أن يقرأ من حفظه، لأن الله جل وعلا قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ولا شك أنه إذا قرأه من حفظه وحفظ هذه السورة أنها من العمل الصالح الذي يؤجر عليه، أي بمجرد الحفظ أن حفظت آيات الله جل وعلا وعاه صدرك فهذا فضل من الله عليك، فإذا كنت تحفظها فاقرأها عن ظهر غيب، عن ظهر غيبا، عن ظهر قلب، وإن كنت لا تحفظ هذه السورة أو تحفظ بعض آياتها فلا بأس أن تقرأها من المصحف، سواء كان ذلك الجوال ونحو ذلك من الأجهزة الإلكترونية، المهم أن تقرأها في كل ليلة، هذا فضل من الله عليك. الحمد لله.